السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم قناة برو ستوديو جديد دوت قناة. إن شاء الله النهاردة ده تاني فيديو في سلسلة السي شارب إيمج بروسينج سي شارب. المرة اللي فاتت شرحنا إيه هو معنى الإيمج، شوية مفاهيم كده شرحناها. النهاردة هنشوف هنثبت مكتبة الإيمج وسي في إزاي، اللي هي المكتبة اللي إحنا بنستخدمها في الإيمج بروسينج سي شارب. بتروح هنا تكتب هنا إيمج داونلود 64 بت أو إيمج داونلود بس. سيبك من الاول التاني، هتلاقي حاجه اسمها موقع اسمه سورس فورجي، ده اللي عليه كل الفيرجنز وكل الاصدارات بتاعه الامجو سي في. هتدوس عليها هيجي لك على الموقع ده كده، هتنزل تحت هتدوس داونلود هنا، هينزل لك على ملف اي اكس اي تثبته عادي، نكس نكس نكس، بعد كده تثبته عادي في المكان اللي انت عايز، بس لازم تكون عارف انت ثبته فين عشان هنعمل ريفرنس عليه من البروجكت بتاعنا. يبقى عامل كده اهو، انا ثبته على السي، وفضل انت تثبته على السي هنا، امجو هنا امجو هو ده، هي دي الملفات بتاعت الام. دلوقتي بقى نفتح الفيجوال ستوديو بتاعنا، تفتح مشروع جديد عادي جدا مفيش حاجه. بعد كده تروح هنا، تيجي هنا لازم تكون محدث ال السيستم دوت دروينج عندك، اللي هو في مكتبه نيتف، مكتبه عندك اسمها سيستم دوت دروينج اللي هي مخصصه بمايكروسوفت يعني. الامجو في السي في بتستخدم اخر اصدار منها، فانت لازم تثبت اخر اصدار منها. اترك كده عند براوس، طبعا احنا دوسنا هنا كليك يمين، بعد كده نوجت، بعد كده نروح على براوس نكتب سيستم دوت درو. استنى شوية، اهي drawing dot com نحددها، بعد كده هتلاقي اخر اصدار منها، تدوس انستول. انت ممكن ما تحتاجهاش يعني، ممكن انت تلاقيها اساسا متثبتة عندك، بس يعني ايه يفضل ان انت برضو تشيك عليها عشان واحنا بنيجي نعمل ريفرنس ما يرمناكش اكسبشن يقول لك لا انا محتاج المكتبة دي، فانت تثبتها من الاول احسن. اهو قال لي سكسسفولي، خلاص كده خلص ثبتها، خلاص كده نقفل النوجت. نروح بقى على هنا كليك يمين، اد ريفر، اد كوم ريفرنس او ريفرنس، هتلاقي يا اما ريفرنس يا اما كوم ريفرنس. بعد كده تروح على براوز، براوز تاني، تروح على الموقع الحته اللي انت ثبت فيها الامجو، هتروح على فولدر اسمه باين او بين، هتروح على امجو دوت سي دوت سي في دوت وورلد، بعد كده تحدد، بعد كده تدوس اد، حدد لك بعد كده اوكي. معلش يا جماعه سوري الطابة بطيء شويه عندي. خلاص كده خلص، نقفل دي كده عشان هنعمل حاجة برضو دي يعني هتبقى قبل الأخيرة، الخطوة اللي قبل الأخيرة. هنروح على اد، بعد كده existing item، هنروح برضو على المجلب بتاع الامجو سي في، بعد كده نروح على ال اي بي اس لبس، بعد كده 64، ده لو انت بتصدره ال 64، انت بتصدر البرنامج بتاعك ال 64. بعد كده تروح على all files، ينوزر كل الفايلات هنا، تحددهم كلهم، بعد كده تدوس اد. اضافهم لكم، تحددهم كلهم دلوقتي، بعد كده تروح هنا على copy to output directory، تخليها copy always عشان ينقلهم في الملف بتاع المشروع بتاعك بعد التصدير، بعد الريليز، فاهم؟ كده في اخر خطوه اللي هي اسهل خطوه يعني. احنا تروح هنا عشان ما يرملكش اكسبشن في السي في انفوك، هيقول لك تروح هنا configuration manager any CPU edit، لا مش edit، new تخليها 64، اوكي close، خلص كده انت كده جاهز. بنستدعيها عادي جدا نقول using mgo using
using او امجو دوت سي في. نقول برضو using امجو دوت سي في دوت ستراكشر. دلوقتي انا هكتب كود بس سريع كده عشان هنعرف بيه صورة وهرجع لكم تاني. كتبت الكود اهو. عندنا هنا في مجلد المشروع هنا في صورة هنا اهي اسمها رو. دي الصورة دي منو بقى. هنا احنا بنعمل في السطر ده عن ايمج جديدة اسمها كان انستانس جديد من الكلاس ايمج. الكلاس ايمج ده بياخد بارامترين. بارامتر ايه هو نوع الايمج بتاعتك يا اما بي جي ار يا اما جراي يا اما اتش اس في. الكالر سبيس يعني بتاع الايمج بتاعتك والبايت الداتا تايب بتاعت الايمج بتاعتك. زي ما انا قلت لك في الفيديو اللي فات ان على حسب الداتا تايب بتاعتك في الايمج بتاعتك. يعني مثلا ايه في اللي هو البايت ده بيخزن البكسل. البكسل بتتخزن في الذاكره بالداتا تايب ايه؟ انت ولا بايت ولا فلوت ولا ايه؟ عشان تعرض الصوره لازم يكون الايمج بتاعتك بالداتا تايب بايت. ان البكسل بتتخزن كبايت يعني من 0 ل 255. احنا ممكن هنستخدم ان شاء الله نغير الداتا تايب دي في حاجات تانية مثلا في فانكشنز تانية او في حالات تانية. عمليات لازم تستلزم ان الايمج تكون بداتا تايب مختلفة غير البايت لان البايت من 0 ل 255. في عمليات هتحتاج ان الايمج تطلع ارقام عشرية وكده ان شاء الله هنعرفها بس مش دلوقتي. احنا عايزين بس نعرض الايمج بس. فانا بنقول ايمج بتساوي نيو ايمج بي جي ار بايت برضه بنديله اسم او باز بتاع الصورة بتاعتك اللي انت عايز تعرضها. انا عندي في نفس الفولدر بتاع المشروع فانا مش هكتب بس اسمها دوت جي بي جي. بعد كده نقول cbinfo.imshow. نقول مثلا هنا ايه اسم الصوره بتاع اسم النافذه بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها الايمج. بعد كده بنقول له ايمج بتاعه بارامترين. بعد كده في الاخر في حاجه اسمها cv في حاجه اسمها cbinfo.weightkey. خلي بالك ما تقلقش من الاكواد دي يعني هنشرحها ان شاء الله. cbinfo دي يعني الامجو دي اساسا ورابر للاوبن سي في بتاعت البايثون. فانت اي معظم الفانكشنز اللي هتلاقيها في الامجو هي اللي موجوده في الاوبن سي في بتاعت البايثون بس هي مترجمه للسي شارب. الويت كي دي هي نفسها هي بتمسك بتفضل ماسكه زي الكونسول دوت ريد كي دي كده اللي هي بتفضل ماسكه مستنيه ان انت تكتب اي حرف بعد كده تنفذ اللي بعديها. طبعا حطينا عشان ما فيش اي حاجه وعشان البرنامج بتاعنا ما يقفلش. تعالى كده بقى نعمل ران. ماشي يا جماعه بس شويه الكمبيوتر بطيء والفيجوال ستوديو والبرنامج التصوير كمان. اعرض لنا الصوره اهي خلاص بس كده نقفل. فبس هو كان ده كان درس النهارده يا جماعه. اركم الوجود ده نال اعجابكم. نسيت برضو اقول لك على حاجه برضو ان ساعات الاصدارات اللي في اصدارات جديده من الام جوزي في ما بتشتغلش معاك. فانت لو حصل معاك اي مشكله اكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك. او حاول ان انت تدور في السورس فورجي على اصدار اقدم شويه. انا مستخدم هنا ال 4.1.1 ده اصدار كويس يعني. ممكن على حسب ما انت تشوف الفيديو دلوقتي ممكن يظهر اصدارات جديده. جرب برضو الاصدارات دي لو ما اشتغلتش معاك فانت ايه ارجع بالاصدارات شويه لغايه ما ايه تلاقي الاصدارات الرابعه هي الاصدارات الكويسه يعني. فبس هو ده كان درس النهارده يا جماعه. ارجو ان الدرس ان انا عجبكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك ولو عجبكش حط لايك ولو انا ما عجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.